الكرام، إن شاء الله تعالى نذكركم أن الجمعية ستنظم يوم الثلاثاء 18 يوليوز الملتقى الوطني للسماع القرآني بهذه القبة الحسنية المباركة بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى، فحضوركم يشرفنا ويزيدنا تعظيما وإكبارا. فادعو الأستاذ سيدي رشيد حمادة ليختم لنا هذه الندوة المباركة بالدعاء الصالح، جزاه الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. عملنا سوءا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا موفقا مرحوما، اجعل تفرقنا منه سالمين من الذنب معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسالك يا ربنا ان تجزي عنا هذه الجمعيه جمعيه فجر المولى ابليس الاكبر للقران الكريم. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وفي مقدمتهم رئيس الجمعيه سيدي عبد السلام الشبيهي حفظه الله تعالى ورعاه، ومعه بقيه الاخوه الكرام المرافقين والمجاهدين في هذه الجمعيه المباركه، كما استطاع عز وجل ان يجزي عنا علماءنا وشيوخنا الذين اسحفونا بما زاد الله تعالى عليهم من العلم والمعرفه. اللهم بارك لهم في علمهم، بارك لهم في اشغالهم، بارك لهم في قوتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ايمانا دائما، ونسالك قلبا خاشعا، ونسالك يقينا صادقا، ونسالك العافيه في كل بريه، ونسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر عن العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبك عمن سواك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واغفر لنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المهتدين بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا اللهم لكل خير وامنا عليه يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم انا نسالك نصر لامير المؤمنين الملك محمد بن السادس، اللهم انصر نصرا تعز به الاسلام والمسلمين، وتذل به الشرك والمشركين. اللهم احفظه بالرجال العاملين المخلصين الذين لا يخافون في الله لومه لائم. اللهم احفظه في ولي عهده ولي حسن، وشد اجره بسخطه سعيد المولى الرشيد. اللهم نسالك الامن والامان في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، سخاء رخاء يا رب العالمين. مولانا اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا، فاقبل اللهم وجد الكريم علينا، ولا تخيب فيك رجاءنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاة تليق بكرمك إليك ما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع التام عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه، وحققني بحسبه، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل، وأكرم بها من موارد الفضل، واحمني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأجنبه، وزجني في بحار الأحادية، وانشرني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا حقيقته جامع عوالي
حق الأوان يا أوان يا شتيلي لا مولاي اللهم صل عليك يا رسول الله اسي يوسف يا رسول الله فينا سلامنا وشفاعتك سواك اللهم يا رفيق ارحم
الله ما جرى من الله ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله في العالمين امين 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 بيدنا في المضايق امين حقائق امين 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 بفضلك واحسانك امين حوائجنا وحوائج جميع المسلمين امين حوائجنا وحوائج جميع المسلمين امين امين يا ربنا امين امين في الدنيا وفي الاخره امين اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا امين اللهم بارك منا امين امين بجدك وفضلك ومنك يا رب العالمين امين اللهم منا في وطننا هذا والسائر امين اللهم انصر المؤمنين نصرا جزيلا امين يا رب العالمين امين 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 اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا امين 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 جميع المسلمين والمسلمات امين يا من ختم سوره الصافات لقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا شافع يا رسول الله لينا بنا المهيمن كل حين صلاة وسلام فيك سبحانك اللهم بلا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.